استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بمكتبه بالقصر الجمهوري الأستاذ توفيق الحكيم الكاتب العربي الذي أنعم عليه بقلادة الجمهورية، وقد صافحه سيادته وسلم إليه قلادة الجمهورية أرفع أوسمة الجمهورية. وقال السيد توفيق الحكيم للسيد الرئيس: هذه القلادة هي تقليد لصدر الفكر والأدب والثقافة في مصر والشرق العربي لم يسبق له مثيل في التاريخ الفكري، ولا شك أن هذا التكريم وبداية عهد نهضة فكرية عظيمة افتتحها الرئيس جمال عبد الناصر يرفع بها منار حضارة عظيمة للعرب والعروبة. وقد شكره الرئيس ورد عليه قائلا: إنك جدير بذلك.